أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج في عين الحدث. إن خروج الأردن من الأزمة التي يعاني منها يقتضي باعتبار الإصلاح ضرورة تاريخية ومصلحة وطنية من أجل استعادة الثقة بين الشعب والقيادة والمؤسسات الدولة، وهذا يتطلب اعتماد استراتيجية وطنية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والأخلاقي من أجل إحداث التغييرات المطلوبة في الدولة والمجتمع على حد سواء. لكن عندما تحاول التعرف على مكانة الإصلاح السياسي في الأردن وأولوياته على أجندة مؤسسات صنع القرار في الدولة الأردنية، تقع في حيرة من أمرك، خاصة وإن للإصلاح أنصار ودعاة، لكن في ذات الوقت له أعداء حتى وإن كانوا قلة في المجتمع، إلا أنهم يمتلكون أسباب القوة ووسائل التأثير التي تجعلهم قادرين على وقف مسيرة الإصلاح. الإصلاح السياسي، الدوافع والمعيقات في الأردن. الليلة هذا هو عنوان عين الحدث، وسنتناول العديد من الطروحات والمحاور مع نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ الأستاذ سالم الفلحات. أهلا بك في برنامج عين الحدث على قناة الأردن اليوم، وأيضا معنا النائب السابق أحمد الشجران. أهلا بك. أهلا بك. لكن مشاهدينا، قبل البدء في الحوار مع ضيوفي نتابع معكم هذا التقرير. يزداد المراقبون السياسيون حيرة من أمرهم، إذ يحاولون التعرف على مكانة الإصلاح السياسي وأولوياته على أجندة مؤسسات صنع القرار في الدولة. فالتصريحات التي تصدر دائما من المسؤولين متعارضة داخليا، وأحيانا ينفي بعضها بعضا. ويقال أن ما أنجز خلال السنوات القليلة الفائتة كان مرضيا وكافيا، وتارة ثانية يجري التجديد على وجوب تلازم مساري الإصلاح السياسي والاقتصادي وتزامنهما، فلا يتقدم أحدهما على الآخر ولا يكون على حسابه. وتارة ثالثة يستشف من تصريحات كبار المسؤولين بأن الطريق لبرلمان قائم على التعددية الحزبية تنبثق عنه حكومة برلمانية منتخبة وما زال طويلا، وأنه ما زال مفخخا بالعراقيل والتحديات، وأهمها ضعف الأحزاب السياسية وتفشي ظاهرة العزوف عن الأحزاب من قبل الشباب. وإذ يكتشف هذا الجدل من بعض جوانبه ومواضعه من إشكالية معرفية، من جانب آخر يعكس غياب الإرادة السياسية للإصلاح السياسي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أستاذ سالم، كيف تقرأ مكانة الإصلاح السياسي في الأردن، وما هي أولويات هذا الإصلاح على أجندة مؤسسات الدولة في صنع القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم، وتحية لجميع المشاهدين داخل الوطن وخارجه. الحقيقة يظهر أن نظامنا السياسي، عبر عنه وزير الشؤون السياسية قبل عدة أيام أننا انتهينا من الإصلاح السياسي في الأردن، يعني احنا الحمد لله بدأنا ربما نوزع، وإلا إن كان قد قصد أن هذا الإصلاح المسمى الإصلاح السياسي قد انتهى مفعوله ولم يعد فاعلا، وأننا بحاجة إلى تغيير النهج وليس إلى الإصلاح الذي كان يمكن أن يخرجنا مما نحن فيه قبل 10 سنوات. أما وقد مضى من 2010 حتى الآن ما يقرب من 10 سنين ولم نتقدم للأمام خطوة واحدة، فلا يزال من الثوابت تغييب إرادة المواطنين الأردنيين من خلال قانون انتخاب متخلف هو قانون الصوت الواحد، لكن يطلع مرة كل دورة انتخابية بطلاء جديد، لكن يبقى هو الأساس. فالإصرار على هذه الحالة وعدم تمثيل الشعب الأردني، كذلك استمرار الفساد والاستبداد التسلط يعني، والذي يولد الفساد المالي والإداري والاجتماعي، هذه الحالة تراكمت على الأقل خلال 10 سنوات. يفترض من 1989 لما كانت هذه يعني كان هذا القرار من الملك الراحل رحمه الله بأن يعالج الوضع الاقتصادي والمعيشي وهبة نيسان والظروف المحتقنة بانتخابات نيابية حقيقية في الغالب شهد لها بأنها نزيهة، وتمكنت من تمثيل الأردنيين وإنشاء مجلس نيابي، المجلس النيابي 11 الذي لا يزال حتى هذه اللحظة هو انموذجا للمجالس النيابية، ربما منذ العهد الأول عندما تشكلت مجالس نيابية، بل حتى قبل المجالس النيابية. للأسف نظامنا السياسي
والمستفيد من هذه الحالة المتخلفة التي تؤخرنا مئات السنوات عن العالم هم يصرون على بقاء هذه الحالة، ولذلك أعتقد أننا اليوم بحاجة إلى تغيير نهج قوة الشد العكسي بها. قوة الشد العكسي نعم، المنتفعة المنتفعة التي تخشى من الديمقراطية أن تقف أمام القضاء، تخشى من الديمقراطية أن تسحب منها هذه الأموال وهذه المكتسبات. أوكي. التي لا تستحق. أريد توضيح أكثر، من هي هذه الفئة المستفيدة؟ الآن في شراكة تامة بين السياسي الفاسد وبين صاحب رأس المال الذي جلب مالا ليس من حقه ولا من مستحقه، إنما سرق أموال الشعب. الآن في شراكة بين هاتين الفئتين من أجل أن تبقى حاج الصد. أحيانا تستخدم الدفاع عن جلالة الملك بحجة أن أي إصلاح سياسي معنى ذلك التأثير على صلاحية جلالة الملك، أو أن تتهم الذين يطالبون بالتغيير هذا النهج الفاسد أن هؤلاء غير منتمين لوطنهم، أو أحيانا بإعاقتهم من خلال تدبير المؤامرات لهم وتشويه مسيرتهم في المجتمع وتدمير هذه الشخصيات، وأحيانا قد يستغفلون البعض بأن يستوعبوا شخصا ويوزرونه أو ينوبونه مثلا أو يعطونه مكتسبات من أجل شطبه المجتمع الأردني. ولذلك أقول يعني بهذا، لذلك إحنا في حزب الشراكة والإنقاذ عقدنا مؤتمر استمر 4 أيام في موضوع تغيير النهج وليس التغيير الشكلي على مدى 4 أيام، وتحدث فيه ما بدنا نطلع على دكتور أحمد، لكن استخدمت أكثر من مرة تغيير النهج، وهذا مصطلح جدا فضفاض. ماذا تعني بتغيير النهج؟ يعني مثلا بعض الطيبين أو البسطاء يتحدثون عن هذه الحكومة غير مناسبة ولابد من استبدال هذه الحكومة بحكومة أخرى، فترجع لنا حكومة بعد حكومة الملقي، حكومة الرزاز. هذا تغيير في الشكل وليس تغييرا في النهج. من يختار هذه الحكومة وكيف تختار ومسؤوليتها؟ كيف تحاسب هذه الحكومة والحكومات السابقة؟ برأيك تغيير النهج التي حملتنا أكثر يعني من 30 مليار دينار أردني حتى اللحظة لطفا لعدم تغيير النهج، لا يستطيع أردني أن يحاسب حكومة أوصلتنا إلى هذه الحالة حتى اليوم، ويمكن لأي رئيس حكومة أن يقول هذا ما سبقني. مجلس النواب بهذه الحالة غير قادر على محاسبة الحكومة، مع أن وظيفته الرقابة والتشريع، فلا رقابة ولا تشريع إلا بما تريده الحكومة. طب من يتحمل هذه المسؤولية؟ بالتأكيد يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى الشعب الأردني، ثم الإرادة السياسية العليا المغيبة حتى الآن، أو الثورة البيضاء كما يحلو للبعض أن يستخدم الثورة البيضاء التي ما بقي وقت لانتظارها يقوم بها قائد البلاد. نعم دكتور أحمد، عندما تتابع منصات التواصل الاجتماعي تلاحظ أن هناك في مساحة واسعة لدى المواطنين الأردنيين في التعبير عن آرائهم، كمان في هناك مهاجمة لأداء المؤسسات الدولة، في المقابل نجد هناك في اعتقالات ولم نجد أي قرارات بحجم وعمق هذه الأزمة. أين الخلل ومن هو المتسبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة. شكرا لك. بصحبة أستاذنا الحبيب. شكرا دكتور. شكرا. حقيقة يعني الكل باستثناء وزير الشؤون السياسية مقتنع أن الأردن في أزمة، وأزمة خطيرة وأزمة غير مسبوقة وأزمة في يعني تخترق كل مستويات الحكم في الدولة. وهذه الأزمة يعني مظاهرها واضحة، من مديونية مرتفعة، من فقر وجوع، من بطالة، من اعتقالات، يعني جو من الانغلاق الاقتصادي والسياسي وحقوق الإنسان من كل هذه الجوانب. ولابد حتى يعني نخرج من هذه الأزمة من قرارات ومن ثورة حقيقية تستطيع نقل الأردن لمستوى جديد من آلية الحكم. يعني حاليا هناك انسداد بهذا الشكل، وإحنا من 20 سنة حقيقة من لما تسلم جلالة الملك عبد الله سلطاته وإحنا بنحكي إنه التركيز فقط على الجانب الاقتصادي، لم نرى حقيقة شيء في الجانب السياسي. أزمتنا في السياسية وليست اقتصادية، لأن المناخ السياسي المنغلق، مناخ مجلس النواب السيء الأداء بسبب قانون انتخاب ضعيف هو اللي بيتيح المجال لكل الخروقات الاقتصادية عم بتصير، لأنه ما في محاسبة، لأنه ما في مراقبة. لذلك على الدولة العميقة، على العقل المفكر في الدولة الأردنية الآن، أنه
بكل معنى الكلمة يقود ثورة حقيقية في آلية الحكم تنقلنا لوضع يعني سياسي جديد، وضع سياسي جديد. الإصلاح السياسي هو الحصان، والإصلاح الاقتصادي هو العربة. بدون الحصان العربة ما راح تمشي مهما حاولنا، إلا بزيادة المديونيات اللي عم بشوفها سنة ورا سنة. لذلك لابد من قرارات مهمة تنقل الأردن لدولة ديمقراطية يكون الشعب حقيقة مشارك في الحكم فيها وشريك فاعل فيها، حتى نستطيع نبدأ نحل المشاكل الاقتصادية الآن. دكتور أحمد، من يملك هذه القرارات؟ وهل يستطيع الرزاز، أو لنقل هل يملك الرزاز الولاية العامة في اتخاذ هذه القرارات؟ أول نقطة في الإصلاح السياسي هي الدستور الأردني. الدستور هو مرجعنا. أي سؤال بالدنيا بخطر على بالك مرجعيته في الدستور، الذي للأسف ندوس عليه كل يوم ونتجاوزه في كل أسبوع. هناك قرار من حكومة أو من جهة معها بتتجاوز الدستور. لا ضريبة إلا بقانون، كم مرة دعسنا عليه؟ رئيس ديوان المحاسب المفروض ما يحال التقاعد إلا بعد موافقة مجلس النواب. الأسبوع الماضي شلناه ولا سألنا عن مجلس النواب. يعني تعديل نصوص الدستور. لا، نحترم الدستور كما هو على الأقل، أن نقدس الدستور. وبالتالي من يملك هذه الصلاحية؟ دستور واضح، نظام الحكم برلماني ملكي، وبالتالي البرلمان ممثل للشعب وجلالة الملك هم اللي ممكن يعملوا شيء. حاليا للأسف هناك تغول من السلطات وخاصة السلطة التنفيذية على مجلس النواب من خلال قوانين انتخاب الرجعية. أنا أعتقد أن سبب هذا التغول يعود إلى عدم وجود أحزاب أو حكومات برلمانيات حزبية في الأردن، يعني ما أدى إلى تغول الحكومة. الإصلاح السياسي سلسلة، ما بيزبط أجيب أنا الخطوة الرابعة أقول بدي أحزاب قوية عشان أحل الخطوة الأولى. يعني هي الأحزاب بتاريخها في العالم كيف نشأت؟ نشأت الأحزاب من كتل برلمانية. يعني النواب في جوا مجلس النواب، في داخل مجلس النواب لقوا إنه أنا والأستاذ سالم أفكارنا قلت له يلا نعمل حزب ونخوض الانتخابات القادمة بناء على برنامج مشترك. هل نوابنا اليوم يملكوا هذا الحس السياسي لإنشاء أحزاب؟ لابد بكل صراحة. لا، لابد يصير عنا أول شيء برلمان قوي حتى أنا أصير عندي أحزاب قوية. لا، نوابنا في فرق بين مجلس النواب وبين نوابنا الحاليين. ليش مجلس النواب 89 كان قوي؟ كان قادر أن يشكل حكومة. دائما نتغنى في مجلس 89 يعني. ليه؟ مش كمجلس كش. هل اندثر هذا المجلس؟ خلاص ما رح يجي مثله مثلاً. مش مجلس النواب هو السر ولا أشخاصه. قانونه. احنا الخطوه الاولى اللي لازم نشتغل عليها هو قانون الانتخاب. ليش؟ لانه قانون الانتخاب هو الاساس، هو اللي بيطلع لك برلمان في تعدديه، برلمان سياسي مش برلمان خدمي يشتغل على الو. البرلمان القوي بيعني حكومه بلا اراده، لا اراديا راح تكون حكومه قويه اصلا، لانه في سلطه مراقبه عليها شديده. الحكومه القويه راح تقدم اداء قوي وتحسب حساب للشعب ولممثلي الشعب. إذن الخطوة الأولى في أي إصلاح سياسي ممكن نفكر فيه هو قانون الانتخاب، اللي كل مسؤولين حاليا بيقولوا قانون الانتخاب الحالي رائع وجاء بعد حوار وطني. أنا بقول إذا كانت الانتخابات القادمة ستجرى على القانون الانتخاب الحالي فما في داعي حلو مجلس النواب أصلا عن جد، يعني مددوا لهذا المجلس كمان سنتين. طيب رح ننتقل أستاذ سالم من حيث انتهيت. دكتور تحدث عن أهمية تغيير قانون الانتخابات، حتى يعني من خلال الاطلاع والقراءة يقولون أنه على مدى 30 عام لم يأتي قانون انتخاب فعلا يساند ويلبي مطالب الشعب والأحزاب في الأردن. برأيك ما هو القانون الانتخابي الذي يتناسب مع المناخ الشعبي والمجتمع مجتمعي، وخاصة حضرتك أنه حزبي ونائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ؟ لا، أنا أعتقد الغائب أشياء كثيرة، ربما يكون من آخرها قانون الانتخاب وهو مهم، لكن من أوائلها ونحن بلد مهدد. نحن الآن الأردن في بلد مهدد يتعرض لأخطار شديدة. هذه الأخطار لا يمكن أن نواجهها إلا بقضيتين كبيرتين، بمجتمع أردني موحد قوي يتمتع كل مواطن فيه بمواطنته الحقة، بحيث يصبح يشعر أن أي خطر يتهدد الأردن يتهدده كشخص وعليه أن يدافع عن الأردن. لأن العدو الصهيوني بعد أن تمكن الآن وانتهى من فلسطين وأصدر قوانين ووجد الدعم الأمريكي باعتبار أن فلسطين أصبحت دولة يهودية تماما
وانتهت كل أكاذيب السلام من كامب ديفيد وانتهاء بوادي عرب الذي كانوا يتحدثون عنه مرورا بمدريد وأوسلو. الآن عيونهم تتطلع إلى مكان آخر. وما الحديث عن اعتبار الغور الأردني وشمال البحر الميت الآن أراضي إسرائيلية صهيونية يراهن عليها نتنياهو ليكسب بها الانتخابات؟ ليس ليكسب بها الانتخابات، إنما هذا هو التفكير الصهيوني العميق. إذن هذا ثم غول الوضع الاقتصادي، المديونية 31 أو 30 مليار دينار أردني، هذا قاتل اقتصادي حقيقي. غول ضيق المعيشة على الشعب الأردني وعلى الناس، بحيث ربما وأتمنى أن يجري أحد من أصحاب الدراسات ومراكز الدراسات، ربما أكثر من 80% من الأردنيين لا يستطيعون الإيفاء بمتطلبات حياتهم، وهم مطالبون ومهددون بالسجن في أي لحظة من اللحظات. كذلك التمزق المجتمعي الحاصل، وهنا يعزف على وتر التفرقة الفئوية والجهوية والعشائرية بممارسات فاسدة هدفها، سواء علم أصحابها أم لم يعلموا، هو تمزيق الشعب الأردني ليكون لقمة سائغة لفتنة بالمستقبل. إذن في قضيتين: القضية الأولى أن بناء نظام سياسي، وهذا يحتاج إلى تعديل في الدستور. أقول لك نحن لا نتغنى ببرلمان 89، نحن كنا نريد أن نتغنى، يجب أن نتغنى بحكومة 1956 وهي حكومة نيابية، وكان عدد أعضاء مجلس النواب 40 فقط. ولما كان الدستور سليما إلى حد كبير، أجبر هذا الدستور الملك عبد الله على تكليف سليمان النابلسي بتشكيل حكومة، لأن هذا الحزب حصل على أغلبية 14 نائب يومها من 40 نائب. لطفا لا تستعجلي علي، لكن لم ترق هذه الحالة الديمقراطية للمستعمر الإنجليزي الذي له ما يستطيع الدفع به بالداخل، وبالتالي حلت هذه الحكومة وحلت جميع الأحزاب السياسية وغابت. دستور 52 نبدأ منه، نضيف عليه حوالي 67 سنة، حوالي 67 سنة بعد 52 حتى الآن تطورت الدنيا، ومفروض دستورنا يتطور إلى الأمام، لكن للأسف دستورنا تم الاعتداء عليه مرارا وتكرارا من 54 ومن 56 حتى الآن، وأكبر الاعتداءات كانت في 2014 و2016 عندما كان ملكنا ملك لا يسائله أحد ولا يسأل، إنما يحكم من خلال وزرائه. أصبح الآن هو بمواجهة أي خلل يحصل في عدة مواقع كبيرة في الدولة، مسوغين هذه الحالة ومصورينها على أنها احترام للملك وتقوية لسلطات الملك. الآن إحنا بحاجة إلى تعديلات دستورية. كيف تأتي تعديلات دستورية؟ بحاجة إلى نواب، إجراء وجبة ثانية من التعديلات الدستورية، بحاجة إلى قانون انتخاب. كيف ينجح مجلس النواب؟ بحاجة إلى أحزاب حتى لا ينتخب الناس إلا وفق برامج تقدم كما تفضل الدكتور. فيها الدكتور أحمد. الدكتور أحمد، هذا صحيح. نعم، بعد أحداث الربيع العربي تم إجراء تعديلات على الدستور الأردني. هناك من يرى أن تلك التعديلات التي جاءت منقوصة، يعني لم تتكيف أو لم تأتي متكيفة مع الوضع العام، برأيك ما هي النقاط اليوم اللي بتنقص الدستور الأردني لتطوير الإصلاح السياسي والحزبي فيه؟ حقيقة أنا في مجلس النواب 16 كنت جزءا من مشروع هذه التعديلات الدستورية، وقد قمنا بإقرارها في مجلسنا عام 2011، وهي بشكلها العام هي بالعكس كانت خطوات إيجابية وتقدمية، ولم تكن تكفينا في أجواء في ظل أجواء الربيع العربي. ولكن للأسف الشديد ما حصل أن مجرد ما قمنا بإقرارها خلال سنتين بالأكثر تراجعنا عن كل هذا المضمون، لأنه بالآخر هناك جهة في هذه الدولة تستطيع أنها تخرب أي شيء بصراحة ممكن تعمله. كل خطوة للأمام في لوبي عمال بشدك لورا، أنت بتقدم لقدام خطوة ويجي يعني بعد استقالة حكومة دولة عون الخصاونة تكل فيز الطراونة أول جلسة في دولة بقول صوت الواحد. لكن عفوا يعني أنا أبدأ أقاطعك، لكن المجلس اللي حضرتك كنت فيه هو من برا الكردي، وأيضا عفوا قضية الفوسفات، كان هناك قضية الفوسفات وقضية الكازينو، يعني المجالس النيابية
على الفترات السابقة لم تقم بالواجبات الموكولة إليها، بمعنى يعني المطالب الشعبية. هذا ما يؤكد ما أقوله وليس ما ينفيه. مجالس النواب من 93 الآن هي مجالس النواب ضعيفة. أنا ما قلت إنه إحنا يعني عملنا تفاخرا، لأنه السبب ما كان قوة مجلس النواب، السبب كانت إرادة حقيقية من جلالة الملك أن الوضع يتغير. عندما يريد جلالة الملك انفتاحا فالانفتاح يحدث، وهذا ما حصل تماما. وبالنسبة لقضية الفوسفات، فأنا كنت رئيس لجنة التحقيق، وأنا من كشفت كل المتهمين، وأنا اللي اتهمت الكردي وطلبت بإحالة 17 عضو في وصوت المجلس على عكس وصوت. ليش؟ لأن مجلس النواب صوت ضد قناعاته مرحب. يعني زملاء النواب في اليوم الثاني قالوا لي والله يا دكتور احنا عارفين انك على حق، بس صوتنا على حتى الوزراء منهم نعم. ولكن تعرفي انه بالاخر هناك جهات تسيطر على كل شيء. مين هي هاي الجهات؟ هي الجهة هي عبارة عن مجموعة ميكس، يعني مش الجهة انه شخص واحد، يعني المؤسسة الأمنية جزء منها، المستشارين جلالة الملك في الديوان جزء منها، الفاسدين المتنفذين جزء منها. هؤلاء بشكل حلقة بشكلين يعني تناغم بينهم هو اللي بيمنع اي خطوة للامام، ولا شو كان بيمنع انه يتحول يعني الكردي ولا اللي وقع للكردي الى القضاء. يعني سابقة خطيرة، يعني كل يوم نسمع احالة هيئة مكافحة الفساد، احالة مهيئة. طب شفنا واحد حكم؟ شفنا واحد انسجن؟ فاسد واحد اتسجن لانه، ولكن للاسف الشديد هي منظومة بشد هون برخي هون. عون مطيع. طيب عون في عهد حكومة الرزاز تم سجن القبض عليه. طب هيو هلا بده يطلع، مش طلعنا الاخرين يعني كم في عوني مش طلعناه يعني. لانه انا بقول هم متهمين، يعني وضح باشا الحمود 70 شاهد ولا واحد شهد عليه. بس كيف انا اتهمت وضح باشا الحمود مثلا؟ ليش كيف اتهمته؟ اخذت شهاده اخوه عوني مطيع وطلعت اخوه لعوني مطيع اللي عمل كل شيء نيابه عنه، طلعته شاهد. اذا لماذا تمت هذه المسرحيه؟ للتغطيه على الفاعل الرئيسي. من هو الفاعل الرئيسي برايك؟ شخص ما من هذه الحلقه اللي ذكرتها. ما هو يعني اكيد بالتاكيد زي ما حكيت لك هي عباره عن ائتلاف، ليس جهه واحده، وانا عديتهم بالاسم. هذا الائتلاف هو اللي ما زال كل ما انا والشيخ سالم نقول بدنا خطوه للامام، وكاننا اعداء الملك، وكاننا اعداء الوطن، وكاننا معادين ومنتمين لجهات خارجيه. يعني احنا عندنا وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظركم. أنتوا الانغلاق والمديونية والفقر والبطالة والتجويع والضرائب هي الحل عندكم. طيب جلالة الملك دائما يطالب بالإصلاح السياسي، لكن يقال أنه هناك ليس هناك في جدوى أو استجابة من قبل الأحزاب ولا حتى من الكتل البرلمانية. برأيك من يقف وراء عدم تطوير وعرقلة الحياة أو الإصلاح السياسي في الأردن رغم أنها مطالبات ملكية؟ هلا ما هو في الجهة المستفيدة من الوضع القائم مين هي؟ طيب هم معروفين رؤساء الوزراء السابقين. ما هو أنا في مشاهدين عم بيحضرونا وبيسألوا مين هم، يعني إحنا ما بدنا نحكي في الألغاز، إحنا اليوم دورنا نوضح الصورة. أنا أحكي المؤسسة الأمنية جزء من ذلك، مستشارين جلالة الملك اللي في الديوان اللي بيعطوه الرأي الخاطئ جزء من هذه المشكلة، رؤساء الوزارات السابقين اللي عبدهم كل واحد يرجع رئيس وزراء ثاني يوم جزء من ذلك، الإعلام المأجور اللي على التليفون وبدفع لك فلوس بتغير بتكتب اللي بدك اياه جزء منها. في التالي هي حلقه يعني أي هي عن اي اعلام ماجور؟ يعني انت اليوم موجود في اعلام يعني مش ماجور لا بالتاكيد هذا لا نتكلم عن يعني المواقع الالكترونيه اللي انقسمت يا بين على المواقع الالكترونيه يا بالضبط يا بين النقيب الفلاني يا بين الفاسد الفلاني شو بدفع لي. يعني الاعلام صار واضح للناس باستثناء لما رحم ربي، وهذه القناه بصراحه مش مجامل لان انا عليها، بس هي بالتأكيد لها خط مختلف اللي سمحت لنا أنا والشيخ سالم استضافنا التلفزيون الأردني عام 2012 أيام الربيع العربي معا في حلقة واحدة، وبعديها ولا عاد ما تكررت لأن راح الربيع العربي. يعني هذا إعلام موجه، وبالتالي هذه المنظومة يجب اختراقها. يجب ناس من المجتمع، ناس مثل الشيخ سالم وغير الشيخ سالم يصل لجلالة الملك ويصبح صاحب قرار وينسمع كلمته، لأنه جلالة الملك مش مطلع على كل شيء ولا هو من راسه بيقول خلينا نعمل هيك. اعتقد انه في تعقيب لدى الشيخ سالم رح نسمع الناس محيطين فيه هم اللي بيعطوا جهاتك نعمل هيك احسن، لا نرفع الضريبه احسن، هلا بيقولوا جهاتك نزل الضريبه احسن، لا ما نرفع الرواتب منين بنجيب فلوس، هلا لا جهاتك بنرفع الرواتب بندبرها. مش الملك ثابت
والأشخاص هم اللي عم بتغيروا آرائهم. أستاذ أو شيخ سالم، يعني بعرف أنه لك تعقيب وتعليق على ما قاله الدكتور أحمد، كمان يعني في هلأ عم بقرأك أنه المشاهدين بيحكوا يعني هل حق جلالة الملك لا يعلم ماذا يدور حوله، لأنه في هناك جهات تقوم بالتشويش عليه؟ نعم شكرا. انتوا بتحبوا الصراحة؟ طبعا احنا بنحب الصراحة واحنا هون اجينا. تحبوا لما تحبوا الصراحة سنقول كلمتنا بصراحة. تفضل. وما قبلنا ان نخرج بهذه الحلقة الا حبا لوطننا وصراحة لبنائه وانقاذه مما هو فيه، بل كل مشاريعنا الوطنية وتحركنا الوطنية في كل يوم من اجل بلدنا، ولا نريد ثمنا، وهي من هون بنقولهم لا نريد شيئا، يعني عيب علينا وعيب عليكم تعطونا شيء شخصي حتى نموت، لا لنا ولا لأبنائنا ولا لمعارفنا، وضيقوا علينا كما تضيقون حتى هذه اللحظة، وضيقوا على الأحرار في المصالح الخاصة إذا شئتم على مجموعة قليلة، مع أن هذا ليس من حقكم. اسمع يا سيدتي، تفضل. الملك في نظامنا السياسي الحالي لا يطالب، بل الملك يأمر، واللي بيكذب علينا أن يقول الملك يطالب إحنا مش صغار بنفهم، بل هم يختفون خلف الملك، وعندما يطرح أوراقه النقاشية يأتي، وقد تحاورت مع بعضهم في ربما حتى على فضائيات أو لا على حوار غير منقول فضائيا، يقول لا الملك ما قصد بهذه الأوراق، يعني لا عاد إيش قصد، يعني قصد يعني أفلام كرتون يعني على أطفال أردنيين، أم قصد أن الأردن يجب أن يبنى ديمقراطيا؟ لا، الملك لو شاء لقام بثورة بيضاء، ومن على منبركم إن من حولك أيها الملك يسيئون إلى الدولة الأردنية. هل تقصد أنه لا يشاء؟ يريدون اسمعي، الذي يجلس حول الملك ويزوده بالمعلومات ويقدم له التقارير يجعله بصورة ما، وهذا أمر طبيعي عند البشر جميعا، هذا من جهة، ولذلك الشعب الأردني ما عاد، طبعا هذا ليس هروبا ولا اختفاء، وأقول لك بصراحة الشعب الأردني طالب الملك مرارا وتكرارا، حاولنا أن نرسل رسالة للملك قبل سنة من هذا التاريخ، ولم يقبل الديوان الملك استلام هذه الرسالة، لا أدري هل الملك علم بذلك أو لم يعلم، وقع عليه مئات الشخصيات الأردنية التي تحرص على الوطن الأردني وليست متهمة، ومن كبار رجالات الأردن ولا يريدون شيئا. الملك لا يدري ما يجري؟ لا، بل يدري ما يجري، لكنه ربما يظن أن هذا هو أقل الخسائر بهذه الصورة. أقول لك إن من حول الملك، إن الدولة العميقة التي ذكرها أخي قبل قليل هم المستفيدون من هذا الوضع الفاسد، ويخشون من الديمقراطية التي تجعل أحدهم مقيدا أمام القضاء، لا نريده أن يذهب أمام محكمة أمن الدولة، بل نريد أن يقف أمام قضاء حر مستقل، هم يخشون من هذه الحالة، وبالتالي يخشون على مكتسباتهم. كيف يصيروا وزراء؟ كيف أبنائهم يتعينوا قبل ما ينتهوا من؟ كيف تصير رواتبهم؟ لهم رواتب خاصة لا علاقة لها برواتب الأردنيين، كان ليسنا في الدولة الأردنية. هم يخشون من ضياع هذه الصرر، وأعطيه 100,000 يا غلام، وأعطيه فيلا في دابوك، وابن له قصرا في مكان، إذا كان في ديمقراطية بتحاسبه كما تحاسب الرئيس، للأسف نستشهد بالرئيس الإسرائيلي. مين اللي بيعت الفيلا في دابوق؟ اسمحي لي، مين اللي عم بيعت الفيلا في دابوق؟ اللي يعطي الفيلا في دابوق هي الدولة العميقة التي تختفي خلف الملك، وتدعي أن إعطائنا فيلا أو قصر لفلان هو من أجل الحفاظ على الأمن الأردني أو على الدولة الأردنية، وهذا ما عاد سر وهو معروف، ونعرف أشخاصا دخلوا في المسؤولية لم يكن عندهم أكثر ما عند الآخرين، ثم بعد ذلك انهالت عليهم هذه العطيات، وأنا أعتقد لا أحتاج إلى التدليل على هذا، ومن يقول خلاف ذلك فليتصل الآن ونسمعه، وأنا عندي شواهد كثيرة. ثم لا يصح لمجلس النواب وبخاصة النواب الذين يفترض أن تكون قلوبهم على الوطن أن يطالبوا، مجلس النواب رقابي وتشريعي، إذا قال ليس لدينا صلاحيات مع الحكومة التي أدخلت في أنوفنا حتى هذه اللحظة الغاز مثلا، ولازم إحنا نعمل اتفاقية مع العدو الصهيوني في الغاز حتى اليوم، بيقول لك مش من صلاحياتنا، من صلاحياتكم أن تصوتوا على هذه الحكومة وعلى أي حكومة لإسقاطها لو شئتم، لكن بعض النواب الشرفاء والكرماء كما لاحظت قبل عدة أيام أنه جرى تخويفهم وإرهابهم وحالة تقديمهم للمحاكم، وربما لولا الالتفاف الشعبي
حول بعضهم لوجدناهم الآن مستمرين في السجون. الحوار لكن بعد أنا آسف إنه أكثر من 51 نائب، وهالمرة بدي أستخدم نائبة لأنه ممنوع أستخدم نائبة، 51 يطالبون بتقديم هؤلاء النواب الأشراف ورفع الحصانة عنهم. ورفع الحصانة عنهم لكنهم فشلوا بذلك. نعم مشاهدينا نتابع الحوار مع ضيوفي لكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونعود لاستكمال الحوار مع ضيوفي. دكتور أحمد، عندما نتحدث عن إصلاح، الإصلاح مظلة جدا كبيرة يعني، ويندرج تحت الإصلاح مفاهيم عديدة من ضمنها الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الإداري، وأيضا الإصلاح الإنساني والأخلاقي. ومن أسباب اليوم اللي بنعيشه من أزمة اقتصادية هو بسبب تفشي الفساد وأيضا الفقر والبطالة. ورغم قناعة الناس أنه ما في إصلاح، لازمنا تغيير كبير في النهج، انطلاقا من مقولة الخبز أولا والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح السياسي وغيرها ثانيا. كيف اليوم أثرت الأزمة الاقتصادية بعد تفشي الفقر والبطالة والفساد على تراجع أولوية الإصلاح السياسي لدى فئات كبيرة جدا من المجتمع؟ وماذا يترتب على هذه التضحية عندما نقول الحرية بعد الخبز؟ حقيقة هذه أوهامهم وهذه ما يحلمون به، هذه أحلامهم، بأن المواطن الأردني لما يجوع ببطل يسأل عن لا إصلاح سياسي ولا عن ديمقراطية ولا عن حريات، وبس بده أكل. للأسف زي ما حكيت أنا، الحصان هو الإصلاح السياسي والعربة هي الإصلاح الاقتصادي. لا يمكن أن الوضع الاقتصادي يتحسن إذا ما كان عندنا في منظومة سياسية ديمقراطية وفيها تعددية، والمواطن يحكم نفسه ويمثل بشكل صحيح في مجلس النواب. حاليا نحن نعاني من وضع اقتصادي في غاية السوء، ضرائب منفلتة، فقر، وجوع. وانزل على المحلات في عمان وشوف الشكاوى من التجار من المصانع، وضع في غاية السوء. اسأل عن الرشاوي اللي صارت تندفع، اسأل عن عدم العدالة وغياب سيادة القانون، اسأل عن اللي القضاء حتى اللي صاروا يتغولوا عليه. كل هذه الجوانب الاقتصادية برجع بقول انه لازم فيها يكون حكومة منتخبة برلمانية تقدر تقوم بالواجب. ليش؟ لأنه أنا باجي على التراجع الاقتصادي في آخر سنتين، بدناش بآخر 20 سنة. شو أحد أسبابها؟ أحد أسبابها أني أنا جبت وزير كان وزير اقتصاد 1974، عمره 80 سنة ما شاء الله عليه، العالم يعني كله اختلف من 74 للآن، وبرجع بجيبه وزير اقتصاد. مش بس وزير اقتصاد بجيبه، بجيبه مسؤول الإيش، اللجنة الرئاسية، رئاسة اللي هم اللجنة الاقتصادية من الوزراء. يعني أنا وزير مالية بقول لي لما كان رجاء المعشري يحكي أنا ما أقدر أحكي، وهو وزير مالية. يعني أنا بس هو بزنسمان ناجح، بزنسمان ناجح، لا رجل أعمال، هو بس بزنسمان، بس ما هو بزنسمان بينفع لحكومة مان. حكومة مان شيء مختلف، رجال الحكم مختلفين، لأنه ما بحسبه واحد زائد واحد. عشان هيك سلخنا 700,000 ضريبة، هلا عم بيشيلوا فيهم واحد وحده، بدنا 700,000 سنه عشان يرجعوا يشيلون. والبزنس مان بيقدر يحكم بلد، وهو لو نجح، مش كان نجح بالسبعينات لما يجي لي بجيب وزير داخليه كان وزير داخليه 1992 وبجيبه وزير داخليه 2019. لو في حكومه برلمانيه، لو في برلمان قوي، مش هذه نتائج سياسة رجاء المعشر آخر سنتين اللي عم بصير فينا. زاد العجز، زادت المديونية، وزادت الضرائب، ووقفت المنطقة الحرة كنا نروح عليها في الزرقة تلاقيها شو إشي برفع الرأس، حركة، وعلى العراق وجمرك. أنا زرتها قبل فترة أشتري سيارة لزوجتي، كهف مهجور، مقبرة، سميها ما شئت بصراحة. بسبب مين؟ بسبب هذا. يعني لا يمكن أن نلمس تغيراً اقتصادياً، ولا يمكن. اسأل، شوف التعليقات عندك، شوف السوشيال ميديا، مين اللي بيقول مشكلتنا ليش جيعانين؟ لأنه عندنا مشكلة سياسية. كل الناس واعي لهذا الشيء. عمر واحد، بالعكس، الثورات لما تصير والحركات لما تصير مش هي نشاطات سياسية؟ طيب ليش بتصير؟ مش بسبب أسباب اقتصادية؟ بالعكس، أكثر سبب ممكن يوعي الناس للمصيبة السياسية اللي احنا فيها هو الجوع.
مش ينسيهم إياها زي ما بتخيلوا الآخرين. كل ما ضغطت الناس أكثر، مش كل ما نسيت حقوقها السياسية أكثر، كل ما طالبت بحقوقها السياسية أكثر. وأنا براهن أنه هذا الجو المشحون، شوف الكبت اللي في صدور الناس، هذا سينفجر في يوم من الأيام إذا لم يعني يكون هناك رجل حكيم يوصي لجلالة الملك بأن إجراءات حقيقية يجب اتخاذها. مش أقول والله قانون الانتخاب ممتاز وبيجنن وإجابة حوار وطني، أي حوار وطني اللي جاب هذا القانون؟ أي قانون انتخاب ممكن يكون بدون أحزاب بدون قوائم وطنية تمثل الناس؟ ما لا يمكن نأخذ خطوة واحدة صح بالاتجاه الاقتصادي إلا إذا حلينا الموضوع السياسي. طب لكن يقال انه الاردن يعني مثل العديد من الدول تعاني من عدم اكتمال في بناء الدوله الوطنيه ما ادى لاضعاف جميع حالات الاصلاح، كيف ترى ذلك؟ والله ما فهمت السؤال. يعني عدم اكتمال بالحاله الوطنيه كيف لعب عدم اكتمال بناء الدوله الوطنيه في اضعاف الاصلاح السياسي خاصه في ظل غياب رؤيه واضحه للنخب الحاكمه؟ يعني اعتقد ما يقصد به بهذه الجزئيه بانه في مقوله دائما ان الاردن تشكلت الدوله قبل المجتمع. يعني ما كان عندك مجتمع مهيئ لدولة وصار في عنا نظام حكم بعدين صار فئات المجتمع تكتمل، وهو غياب يعني الأحزاب. بس برجع بقول لا يمكن هذا يتصير بدون ما نبلش في خطوات في تراتبية. نبدأ من قانون الانتخاب، برلمان قوي، أدوات محاسبة حقيقية. أنا في ديوان المحاسبة مثالا أحد أدوات الدولة، ديوان المحاسبة تغير من 50 لها، لما تغير بتقرير 51 بقول قام جلالة الأمير المعظم بصرف 500 دينار لطلاء القبة الصخرة، هذه جاءت بدون سند ونرجو تسبيب ذلك. ديوان محاسبة بودي لمجلس النواب عن شيء صرف الملك؟ احنا ما بدنا نروح لهذا الاكستريم، بس برضو اترك ديوان المحاسبة بقوته. يعني هاي المخالفات اللي شفناها هلا ديوان المحاسبة بتقريره 2018 مليار دينار اعفاءات جمركية لم تكن بمكانها. طيب شو اخذنا اجراء؟ انا كنت اتمنى جلالة الملك بكرة يدعي الى اجتماع وجيب رئيس ديوان المحاسبة وجيب رئيس هيئة مكافحة الفساد وجيب رئيس المجلس الاعلى للقضاء وقول كل هاي المخالفات لازم تتصلح، وأي مخالفة منهم فيها شبهة فساد لازم يروح على القضاء، لأنه مش معقول الشعب فوق ما هو كل الجوع اللي فيه وتورجيه أنت هذا الهدر في الأموال بمئات الملايين وبالآخر لا أكشن. هل هو التقرير الأول؟ لا، تقرير 2017 ما كان فيه مصايب، شو صار؟ تحاسبوا؟ ترجعت الفلوس؟ لا شيء. نعم أستاذ سالم، دكتور أحمد حكى عن أدوات المحاسبة وهي تقرير ديوان المحاسبة، لكن هناك من يرى أن المعارضة أيضا هي أحد أدوات المحاسبة. المعارضة هي حالة وطنية وشرعية وضرورة من ضرورات الديمقراطية وصمام أمان للنظام السياسي. برأيك لماذا يتم استبعاد وشيطنة المعارضة في الأردن؟ وهل لدينا معارضة حقيقية أم أنه إحنا تيار إصلاح الموجود عندنا؟ شوف تعبير المعارضة في واقعنا الأردني حتى بالعربي بشكل عام غير صحيح، لأن المعارضة تعني أن هناك حزبا يحكم وأحزاب أخرى تنتظر ربما للدورة القادمة تراقب أداء الحزب الحاكم، وقد تكون هي الأحزاب الحاكمة في المستقبل. المعارضة تطلق بالشارع الأردني كأنما هي الاعتداء على الحق العام وهي عدم الانتماء، حتى يبقى هذا المفهوم الغائب والغائم مشوها في نظر هذول المعارضة. ما تسمعوش منهم معارضة يعني معارضة. والحقيقة أن إذا أطلقنا اسم الموالاة أو الحزب الحاكم هو حزب حاكم للملك يفترض في الملكيات الدستورية التي نامل أن نصل إليها، والحزب المعارض هو حزب معارض لصالح الملك أو الملكية. هذا ما يحصل في الدول المتقدمة مثلا في بريطانيا هذا، لكن عندنا حالة الذين يتحركون الآن وعددهم للأسف يضغط عليهم من أجل أن لا تنتشر هذه الحالة وأن لا تكبر. هؤلاء يضغط عليهم من أجل أن لا يقولوا كلمتهم، هؤلاء يمزقون يستدعون يسجنون. بالله عليك هذا واحد مثل عطا العيسى ليس لأمه في دنياه إلا هذا الشخص، وامرأة عجوز شبه مقعدة،
وبسبب ابنها الآن تخرج من سكن، ما بعرف شو اسمه، سكن كريم أو سكن، وهي امرأة تبكي. لو تلاحظي أو أتمنى عليكم وسائل الإعلام أن تصلوا إلى هذه الأرياف الأردنية في المفرق على مثل هذه الحالة. يا وليدي ما في إلا بني أخذوا، ما بعرف وين راحوا فيه. أقول لي بالله هذا طاح الدقامسة بالطفيلة، شو الجريمة اللي ارتكبها مسجون حتى الآن؟ بالله صبر المشاعر، شو اللي سواه؟ نعيم، طيب عندي حالتين مثلا على الأقل أنا بعرفهم كويس. المحامي نعيم المشاقبة منع من العمل وحوصر بالعمل، ثم بعد ذلك يعتقل حتى الآن ولم يصدر بحقه حكم حتى هذه اللحظة، ومضى على سجنه الكثير. ثم سالم العجامي الأستاذ عاطل عن العمل، لم يجد عملا، وعنده زوجة وعنده أطفال ولا يجد عملا، ثم الآن مضى عليه حوالي 12 يوم طبعا لم يقدم إلى محكمة هذه اللحظة. لمصلحة من تتم هذه الملاحقة لشرفاء أحرار، ماذا، من أسمي لك مثلا مؤيد المجالي؟ إيش ذن مؤيد المجالي؟ قولي إيش ذن، إنه سأل سؤال يا جماعة وين راحت الأرض؟ هاي أرض الدولة الأردنية من هون حتى تقوم الساعة، هذه الأرض وين راحت؟ 4600 أو 700 دنم وين راحت؟ سؤال أجيبونا، مش أنتوا أصدرتوا قلتوا في منصة من حقك تعرف، ولا من حقك تخرس، ولا من حقك تكون غبي؟ إذا أنا بدي أسألك سؤال وجاوب، يقول هذه الأرض راحت هيك، تحطني بالسجن ليش؟ ثم إذا انتهت مدة التوقيف 28 يوم له، طلبوا من شخص آخر أن يقيم عليه دعوة، اصبري عليه شوي فيعاد إلى السجن مرة أخرى. ثم واحد من الشباب مثلا الشباب اللي يسمى بين قوسين الحراكيين، ما بدي أسألك عنهم، بعد واحد فعلا يعيد الآن المحافظ سجنه مرة أخرى، ورأيته بالسجن قبل أيام. والأمر من ذلك، وأنا ما عندي وقت كثير وما أريد أشغلكم، هؤلاء الشباب الذين لا يريدون إلا أن يعيشوا بكرامة، لا ترى الأردنيين اللي بدهم يأكلوا خبز مغموس بالذل ترى عددهم قليل، وهذول إذا كانوا موجودين هم بسبب تربية الفساد والاستبداد، هم يريدون أن شعبا يمد يده وهكذا تكون يده السفلى. لا الأردني، أنا بقول لك الأردني يقدم كل ما عنده من أجل ضيفه. لكن أستاذ هناك من أساء وشتم رموز الدولة، هل هذه الحرية برأيك يعني كمان؟ يا سيدي الذات الإلهية تشتم، بل يخرج الإنسان من دينه ثم يتوب ويستغفر، ولا أظن أن هذه الشتائم تتجاوز اللحظة التي قيلت فيها إن صحت. لكن ليست القصة قصة شتائم، يعني أنا إذا قلت للأستاذ يا أستاذ والله أنه هيك مش مناسب لك أنت، لا يليق بك، هذه ليست جريمة، لما تسمى شتيمة وإطالة لسان؟ هل المطلوب من الأردني أن لا يكون صاحب لسان؟ هذا أنا لا أدعو إلى فلتان اللسان، لكن أنا لا يصح أن أسهم كأردني مواطن نائب وزير ملك رئيس وزراء، أنا أطلب من الأردني أن يكون حرا، وبقوة الأردني تقوى الدولة الأردنية. نعم. وبإخفاء هذه لطفا الأكثر إيلاما وإيذاء من هذا كله، أنا كنت في زيارة لسجنين أو مركزي إصلاح وتأهيل في الأردن قبل 4 أيام، في ماركة وفي الجويدة، وزرت عددا من هؤلاء الشباب، ظلموا ووقفوا الآن حتى الآن أكثرهم بلا محاكمة، هذا موضوع خليه عقده، وهذا جريمة بحق الحريات، لأنه ما في حرية رأي ولا حرية تعبير، والأصل أنها مكفولة بجميع الشرائع حتى عند الذي خلق. كل ما تحدث بهم ما فيش حرية رأي في الأردن؟ لا ما في يعني حرية رأي. أنا لا أقول نحن مثل بعض الأنظمة العربية، أنا بقول طيب 60 شخص هؤلاء المعتقلين بسبب إيش؟ هل في واحد منهم سرق يعني؟ إحنا هلا أستاذ الكريم إحنا عم نتحدث من المنبر وما طيب في عمر تم اعتقال أي حدا يعني. يا ستي معماتي ماشي، كم في فضائية أردنية؟ أنتم هون تم اعتقال عندكم ناس وسيدة وحوسبت لا بأس، لكنها هي وأمثالها وأمثالك إن شاء الله وأمثال أردنيين آخرين يستطيعون دفع ضريبة للوطن، مش من أجل أن يأخذوا ناشين ولا ليقول لهم أحد شيء، إنما أن يوصلوا النبض الحقيقي دون تحيز. ما مطلوب منكم كإعلاميين أن تكونوا حزبيين، مطلوب منكم أن تكونوا منصفين ولا تقدموا على حرية الرأي والتعبير شيء. أنا بقول لك 60-70 ليش مسجونين؟ إذا كان في حدا أخطأ يقدم للمحكمة، يرمى بالسجن كل هذه الفترة وين بده يهرب يعني؟ يقيد ليش؟ يؤذى ليش؟ الأكثر إذاء وأنا بدي أقول من هذا المنبر أنني سمعت شكوى، هذه مراكز إصلاح وتأهيل مش هيك؟
بطلنا نسمي سجون من أكثر من 25 سنة. نقول إصلاح وتأهيل. شكا وأنا بقول على الهواء الآن. لم أدخل إلى السجن، ولكن هذا الكلام الآن على الهواء، وليسمع رئيس الوزراء، وليسمع وزير الداخلية، وليسمع المسؤولون عن السجون، أن السجين الأردني الذي يكلف الدولة الأردنية كما قالت الدولة الأردنية 750 دينار من حقه أن يعيش داخل السجن. اسجنوا، سجنته، لكن أن يجد الماء الكافي. في أحد هذه السجون تقطع المياه. اسمعي، المستشفى والسجن لا صح أن تقطع عنهم المياه ولا الكهرباء، يمكن أن تقطع عن بيتي لا بأس. أما السجين الذي يحتاج إلى شراء ماء صحة من الدكان داخل السجن الذي يبيع بأثمان باهظة حتى يذهب إلى الحمام، هذه مشكلة. السجين الذي ينام عدة سجناء على فرشة واحدة تفرش بالعرض ثم يغطوا ببطانية واحدة، إن صحت هذه الحالة، وأنا أعتقد أنها صحيحة أو أظن أنها صحيحة وأحتاج إلى تكذيبها، لكن حتى المسؤول الأردني يقول قدرة هذا السجن أن يحتمل 1000 سجين وعندنا أكثر من 2000 سجين. نعم. هذه الحياة الكريمة، هذه أكثر إذاء للإنسان يا جماعة، اجعلوه يخرج. جدا قليل معنا. دكتور، ما هو رأيك اليوم في الحراك الشعبي والاحتجاجات الأسبوعية على منطقة الرابع؟ وهل ستكون تلك الاحتجاجات وهذا الحراك هو كلمة السر من أجل النهوض في حياة سياسية في الأردن؟ يعني الحراك الشعبي بشكل عام يحتاج لمظلة حقيقية حتى يعطي نتيجة. القهر والحنق في قلوب الأردنيين وفي عقولهم وفي وجدانهم عالي جدا، ولكن بالتأكيد لا يترجمه الحراك الموجود حاليا على الدوار الرابع. لابد من مظلة حزبية نقابية سياسية تستطيع أن توحد هذا القهر في قلوب الأردنيين. وأنا متأكد أي نشاط تتبنى جهة ذات مصداقية سيلقى استجابة مرعبة. اتذكر السنة الماضية لما أعلنوا عن إضراب عام النقابات، الالتزام مذهل. طب مش السنة الماضية، نقابة المعلمين ليش كل القطاعات كانت معهم وهو مطلب فعليا فئوي، يعتبر انه بس بمس ايش المعلمين. ليش الاهالي كان تجاوبهم معهم عالي جدا؟ لانه المواطن الاردني سواء بقى عاطل عن العمل او سواء مهندس هو يشعر بنفس الدرجة من الاضطهاد ونفس الدرجة من الجوع، لذلك تعاطف مع المعلم انه من حقه انه يحسن اوضاعه. كل القصة حاليا تنتظر فقط من يعلق الجرس للاسف الشديد، يعني وتعليق الجرس يا اما بيكون من جلالة الملك وبشيل كل الطغمة الفاسدة هذه اللي قاعدة تسوي له البحور مقاثي، يا اما راح تكون من الناس وبالتالي راح تضغط وراح يستجيب جلالة الملك ويغير هذا الوضع القائم. شكرا لك دكتور احمد، يعني بعتذر عن ضيق الوقت، بعرف انه يعني في عندك كلام استاذ. انا عندي تعليق بسيط. تفضل. عندي تعليق بسيط، يعني قبل شوي قلت انه الحكومه حولت في تقرير حوالي 150 شخص، طبعا باقي 500 شخص، ما ادريش ال 150 قديش مجموع المطلوب فيهم. مثل شخص وجد حذوة فرس فقال الحمد لله انتهت المشكلة، باقي عليه فرس وثلاث حذوات. الكبار الذين نهبوا البلد أين هم؟ الرجل الذي بكى في مجلس النيابة 16 عندما قدم تقريرا علميا وللأسف يتصوت مجالس النيابة على عكسه، سجن ثلاث مرات وسجن ثلاث. عندما يمتن علينا مع دولة رئيس الوزراء يقول الموازنة هذه السنة بدون ضرائب، كأن الضرائب فريضة على الأردنيين متجددة. الذي ترينه من الحراك الشعبي هو رأس قمة لكن الأردنيون في معظمهم يشكو، لكنهم غير قادرين على التعبير. استاذ سالم على حضورك معنا مشاهدينا، وصلنا الى ختام الحلقه من برنامج عين الحدث. كان معنا نائب الامين العام لحزب الشراكه والانقاذ الاستاذ سالم الفلحات، شكرا لك استاذ سالم، وايضا النائب السابق احمد الشكران، شكرا لك. مشاهدينا نلقاكم الاسبوع القادم باذن الله، شكرا على حسن المتابعه، في امان الله.